من جديد نحييكم في الجزء الثاني من عمر برنامج يحكي بالون. الحديث طبعا لبضع دقائق حتى نغلق الملف ونكون منهجيين طبعا في احترام ورقة طارق. هذا العدد متعلقة بالكافكا، لك تعقيب أو حديث عن سؤال طرحته لك وما قاله طبعا ياسين مالو. سؤال السؤال اللي طرحته على الإقجاع تاع رئيس فيدرالية المغرب أمر والإنفليونس اللي دايرها على سي أحمد، لدرجة أنه برمجة في العيون، ما تنساش أنه برمجة في العيون، صح. أنه يوقع اجتماع في العيون، وكانت موقف الجزائر وموقف رئيس، وكان دورة أيضا رئيس البطولة الإفريقية للصالات، خلينا في موقف استفزازي نتكلم في مواقف هذا الأشياء، هذه السقطات كانت مؤثرة له عليه، وما يخفاكش بلي لا ماجور بارتي دو سي فاكونس يجوزها في المغرب. انت تكلمت على دور الاعلام الجزائري ودور المحللين ودور الامور. انا نقول لك دائما وابدا قلت بلي في القاره الافريقيه وفي الهيئات الدوليه اون با بيزوان دو لوبي مي اون بيزوان دو ريزو. احنا محتاجين ان ريزو وين تكون كاينه اون ترانسبارونس، والناس تخدم مع بعضها بعض وتعاون بعضها البعض، ماشي او ديتريمون دي فوتبول، ماشي او اون بيزوان. احنا الجزائر راهي غايبه او مغيبه من سنين من الهيئات الدوليه او من الهيئات القاريه. حان الوقت ان الجزائر تطمح. نعم كانت لنا مشاكل وامورات، مي اليوم لازم تطمح الجزائر انها تخوض وتخوض بقوه وتكون كانت مسموحه. فقط بديت مثال على غربال، فقط قلت كانوا يتحدوا انه الحاكم المغربي احسن والاجدر ليس غربال. تكلمت قبل على بهلول، كان بإمكاننا لو كانت الظروف آنذاك السياسية كانت راه في الجزائر كانت راه كان بهلول كان يفوت سعودان وأدلان عميتشي وياسين معلومي محمد مسعود. ويبقى أنه إشكالتنا هي إشكالة عقدة، لا ندري لماذا عندنا عقدة اتجاه الأمم الأخرى أو المجتمعات الأخرى. يعني أنت مطالب اليوم مع كل احترام ذابتي، الإعلام المصري عنده مستوى، والقطري عنده مستوى، والأردني عنده مستوى، والتونسي عنده مستوى، والمغربي عنده مستوى، قاع عنده مستوى، إلى الإعلام الجزائري ما عندهش مستوى، والمحلل التونسي عنده مستوى، والمصري عنده مستوى، والكويتي عنده مستوى، والعراقي عنده مستوى، والمحلل الجزائري ما عندهش مستوى. كما شاهدوا في معرض الكتاب، احنا سيبرين نعم احنا مجتمع متفتح، عندما يقوم كاتب جزائري بتأليف كتاب كاتب جزائري أمر عادي، عندما يؤلفه هيثم ابن الهيثم مستوى عالي. مشكلتنا عدلان عميتشي مشكلة عقدة أمام الأمم، حتى اللهجة تاعنا لما نروحوا الأمم البلدان تتغير، التونسي يهضر تونسي والمصري يهضر مصري والمغربي يهضر مغربي، إلا الجزائري تتبدل اللهجة تاعو. شاهد مؤخرا يسب الليلي يومين في قطر ولي يتحدث باللهجة القطرية، فما تعليقك عدلان عميتشي بكل صراحة؟ والله انا حبيت نعاود نولي النقطه تاع خرج من الموضوع عفوا في الكاب الموضوع تاع مستقبل الجزائر الكرويه مع الكونفدراليه الافريقيه. انا نشاط الراي تاع مسعودان وين يقول لك الجزائر لازم تولي. انا نقول السؤال احنا علاش الجزائر غابت، علاه راهي غابت لمده غيبت منذ 2015 منذ مسعودان يقول غيبت ما غيبتش. احنا اللي رانا ضعاف، ما نحملوش المسؤوليه للمنافسين تاعنا. لكن المغرب حط يده على الكونفدراليه الافريقيه بصحته، باسكو الى بيان في الى طرافاي سو ريزو الى طرافاي الانفلونس تاعو. احمد زار المغرب في هذه المعهده تاعو 54 مره. جيت احمد ما زارش ولا مره للجزائر. انا نسال هل زدتي وجه الدعوه لا احمد باش يزور؟ هل انت قازيتي في احمد عبد التقاها مره واحده او اثنين؟ يعني من لبوش بركنا الأجانب، احنا ثاني رانا عاجزين، احنا العجز تاعنا نحبوا نرميه للناس الاخرين في وقت الجزائريين الانجليزي الانفلونس اللي كانت عنده. جيد. بالدعم السياسي اللي كان عنده. جيد عدلان عميتشي. وي جيد، لانه نغلق الملف للاسف لانه الوقت يدامني، ابقى معي لانه عندي موضوع متعلق بالرابطه التي ستتكفل بكل الفحوصات الخاصة باللاعبين، لأنه اللاعب الجزائري للأسف اللي يدي 50 مليون و 200 مليون يا الناس ما يقدرش يدير بي سي آر. فعبد الكريم مدور يفكر بأن الرابطة ستتكفل بكل الفحوصات. أحمد خير الدين وأكثر تفاصيل في هذا التقرير.
على عاتق الرابطة المحترفة لكرة القدم ستأخذ تكاليف تحاليل البي سي آر لكل الأندية، هكذا صرح الرجل الأول في الهيئة عبد الكريم مدور للإذاعة الوطنية. هذا التصريح يرى فيه الكثير من المتابعين أنه يصب في مجرى تسهيل الأمور لعودة الحياة إلى الملاعب ولتستأنف البطولة الوطنية بعد توقف لأشهر بسبب جائحة كورونا. يرى صنف آخر من متابعي كرة القدم أن تصريح رئيس الرابطة جانب نوعا ما المعطيات التي تقول بأن الأندية أو اللاعبين أولى بإجراء تحاليل البي سي آر، وذلك نظرا لعدم غلائها من جهة، فآخر لاعب في البطولة المحترفة يتقاضى راتبا شهريا بأضعاف مضاعفة مقارنة بسعر تحليل واحد، بينما يقول آخرون أن مبادرة رئيس الرابطة تأتي في سياق التصريح الذي أدلى به مدور، وأكد أن الرابطة لديها الحلول اللازمة لضمان السير الحسن للموسم الكروي الجديد. هل ستقوى الرابطة على ضمان تحاليل للبي سي آر طيلة موسم كامل؟ وأي ضمانات يمكن أن تقدم لإنجاح انطلاقة الموسم الكروي؟ وهل سيتاح تحليل البي سي آر في كل الولايات، خاصة مع الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بالفيروس وانتشاره بقوة في الفترة الأخيرة بين مختلف فئات المجتمع؟ يعود رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم بتصريح جديد يقول فيه إن هيئته ستقتطع تكاليف تحاليل البي سي آر للاعبين من عائدات حقوق البث شرط موافقة المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم. قد يكون شرط رئيس الرابطة بضرورة مساندة الدولة لإنجاح هذا الإجراء من خلال توفير التحاليل في كل ولاية حجر الزاوية، لكن هناك سيناريوهات كثيرة تنتظر الموسم الكروي الجديد، وبين كل السيناريوهات يبقى الحذر مطلوب والوقاية خير من ألف علاج. شكرا لك يا أحمد خير الدين على هذا التقرير الرائع الذي فصلت فيه بالتفصيل المفصل، يعني كفيت ووفيت. سيد مسعودان، تعليقك على التقرير الذي فصل فيه أحمد خير الدين كل شيء، وتعليقك على القرار ثم التراجع طبعا في هذا ليس القرار في حد ذاته النهار الأول. أنا شخصيا حرت في لا بريزون شارج على عاتق الرابطة، معناها على عاتق الرابطة سافدير كو لي دروا تي في يروحوا للكلوب والرابطة تاخذ على عاتقها لي تيست بي سي آر. من بعد وقع لغط كبير وتكلم حتى بهلول وقال باللي رئيس الرابطة لا يحق له حتى ان يتكلم في الموضوع، يعني حتى موضوع البي سي آر هذا ما يتكلمش به. ما يخفكش باللي راه ما يقارب 80 مليار سنتيم اللي الكلفة السنوية للفحوصات البي سي آر، هذه من جهة. من جهة أخرى أنا لا نورط نفسي كرابطة، لا نورط نفسي أنا مع 13 مع 20 فريق اللي أنا نضمن لهم قضية لي بي سي آر، كون غدوة ما يسلكش ولا ما يديرش بي سي آر يقول أو الرابطة ما سلكتش أو ما درتش أو ما عملتش ندخل روحي. كنت في الرابطة، نعم، هل الرابطة تملك 80 مليار باش تديو لي بي سي آر طول لا سيزون؟ ما تكملش عندك 53 مليار اللي سنيوها بول لاني، وراح تتمد بار ترونش، هي سي 53 مليار مع لي ان تي في، ماهيش 80 مليار. ما تكفيش واش نديروا هما؟ نو دوك مش ماهيش نديو، سي اون ريسبونسابيلتي دي كلوب. جيد، علاش انت تحملت مسؤوليتها؟ انا نخليها للكلوب والكلوب ربما كيما راهم يتناقشوا ويتحاوروا الفرق الدوليه. نعطي لا سامحني ولا خليني فكره ولا غير فكره برك نكمل لي كلوب اوجوردي راهم في لا تروازيام نيغوسياسيون في اسبانيا الريال بارسا راهم في لو تروازيام نيغوسياسيون مع لي جوار لتخفيض باش يختاروا ما عندهمش الامكانيات. فما بقنا نقول خلي الفرق لعلها كانت تلقى الكيفيه مع لاعبيها وتتكفل. تقول لك النوادي، اسمح لي بك هذه كمال بصح، تقول لك النوادي ماشي كامل النوادي تنجم تدفع، النوادي اللي عندها الشركه تنجم تخلص والانديه الاخرى ما تنجمش تخلص. انا نقول لك 2 مليار دمي تاعي وندبر راسي، انا جو سوي لو كلوب، اعطيني لي 2 مليار دمي تاعي او لي 3 مليار تاعي حقوقي وانا ندبر راسي في البي سي ار، ودير لي قانون باللي لو كان ما نديرش البي سي ار راني ماتش فور. جيد سيد مسعود انت طبعا كلاعب، هل من المعقول اليوم هي الرابطة التي تتكفل اليوم بالفحوصات تاع اللاعبين، ام انه ملزم اليوم على الاندية دير يعني تتفاوض مع اللاعبين تاع الاندية قد نقطع لك من الشهرية تاعك او لا بريم دو ماتش ولا تفهموا معاهم كيما حبيتوا، وحتى يكون هنالك نقص تكاليف الاندية واللاعب يكون ايضا في ظروف صحية جيدة؟ خويا مهدي، كاين حلول بزاف. تفضل. انا مع الحل تاع الفريق يتعامل مع اللاعب تاعو يتفاهم معاه. بارك الله فيك. باسكو كاين اللاعب يتقاضى
اجور بليس كاين دي بريم دي ماتش. راك تقول تال بي سي ار صافي مليون ونص، الرابطه ما تطيقش تتحمل 80 مليون 80 مليار سنه 80 مليار كما قال الشيخ مسعودان. انا نظن الحل يكمن في اداره الفرق تتفاهم مع اللعابه تاعها، يخفضوا من لا بريم دو ماتش تاعهم ولا من لا بريم سينيور تاعهم، ويديروا تعهد مع الرابطه. هذا حل مثالي وحل يساعد كل الاطراف. بصح في الحكايه هذه كاع الاتحاديه مازال ما سمعناهاش، مازال الاتحاديه عدل الحميدشي. اسمع باختصار سي مسعودان، سمعنا بهلول تكلم وقال باللي قضيه البي سي ار والتكاليف تاعها ليست من مهمه الرابطه، ليست من مهمه مدوار اللي راهو مفوض مفوض لزافير كورونت، هو احنا اللي متكلفين والسلطات العليا للبلاد بحمله انتخابيه. سيد مسعود الان عدلان عميتشي او سيد مسعودان كما تستمع عدلان عميتشي يقول بانه بهلول اكد بالفم المليان بانه المسؤوليه ليست مسؤوليه الرابطه، ليس لها سلطه اتخاذ هذا القرار. انت برايك كناقد رياضي هل ترى هي حمله انتخابيه مسبقه لكسب ود الانديه؟ يعني فسرها لي اليوم يا عدنان الحميدشي بكل صراحه، خلينا نتكلموا باللغه اللي يفهم المواطن البسيط ليش شو يشاهد فينا للحين. هل ترى اليوم امر عادي شركه ذات اسهم يعني بمبالغ ضخمه للاعبين ما تقدرش تتفاوض مع اللاعب باش تنحي له من الاجره تاعو ويقوم بالبي سي ار، ونستناو الرابطه هي التي تتكفل بفحوصات كل لاعبين، وكما قال سيد مسعودان قد تصل الى 80 مليار سنتيم في السنه. تعليقك. والله انا اعتقد كما قال سيد مسعودان جل الراي تاعو مدور اولا انتهت العهده تاعو راهو يجري في زافير كورونت، دوزيامون لا ليغ بروفيسيونيل راهي تدور تحت تسيير المنافسه. درك الجانب الطبي رانا في وضع صحي استثنائي، سي لا سونتي بوبليك كي دوا انترفونير يعني الصحه العموميه، وهذا الدور راه على عاتق الاتحاديه والسلطات العموميه. يبقى بعد لا بريزون شارج ميديكال تاع ان جوار كو سوسوا يتبليسا ولا عنده بريسور ولا مضاد للكورونا ولا كونترول اونتي دوباج يحبوا يديروا، هذا يقدر يكون على مستوى النادي تاعو. بالنسبه لموقف عبد الكريم مدوار، مدو عندنا اكثر من 9 اشهر ولا 8 اشهر وحنا نشوفوا الخرجات تاع عبد الكريم مدوار كلها يعني ما نقولكش تستفز الفيدراليه او تكسب ود رؤساء النوادي. مدوار فعلا كسب يعني ود النوادي سورتو لي بروفيسيونيل، لي بروفيسيونيل يعني كان عنده ان ابروش تري 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 براغماتيك معاهم، وهذا هذا يكون بغرض. عفوا قطعت طبعا الصوت مع عدلان حميدشي، سنعود الاتصال بعدلان حميدشي. ياسين معلومي. والله نقول لك حاجه، انا نظن نشوف داو قضيه واسمه من ما كاش. كيفاش؟ كان نقول لك حاجه، اليوم النادي كيما النادي يتكلم واسمه يتكفل بالطائره تاع اللاعبين بالفندق بكذا، يتكفل هو بالبي سي اكيد. اللي ما ينجمش يرفد الرايه البيضاء ويقول بلي ما نجمش. هذا هو انا ليا اسمه هذا. ما ينجمش، عندك نابولي جيفنتوس، نابولي ما راحش تلعب اكوز دي زيكزامان دو بي سي ار عام 6. السلام عليكم موان 3 موان 4. بصح وانا شوف انا اليوم انا نعتقد باللي كي بهلول كي رئيس عبد الكريم مدور كي حتى رئيس سابق لوفاق سليف راهم يديروا في حملات انتخابيه. انا نظن اليوم الحمله الانتخابيه لرئاسه واسمه الرابطه بدات من هذه. كل يوم واحد انتخابات سي معلومي لها شروطها على بالي، لها قانون تخضع لقوانين. ما نعبدش لا كاين قوانين تدير حمله انتخابيه او تقوم او تنوي انك تترشح، كاين قوانين. هذا الحق مفتوح ل 20 رئيس، وما وراء ال 20 رئيس يقدروا يكونوا حتى 20 مونداتي اللي يكون عندهم طموح انهم يكونوا عبر رئيس الرابطه. انت متاكد باللي الناس هذوما يديروا في حمله انتخابيه؟ لا انا ما شو انا 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 عندي انا عندي انا 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 عندي قراءات. القراءه الاولى هو نقول انه عندما ذكر هذه قضيه البي سي ار معناها
انه الرئيس اللي عينه باش يكون انتيري بريزيدون انتيريمير باسكو في الرساله اللي دارها يوم 18/11 لم يذكر لا ال بي، معناتها الرئيس الاتحاديه اعطاه لو فيفر قال له هضر على البي سي ار بلي اون فا بروندر اون شارج البي سي ار. قلت لك احتمال انه انني رئيس مسؤول ونعرف بلي انا راني نون سيلمون راني انتيريمير راني انتيريمير دوكا لا ما عطالوش دوك دخل بهلول وقال لا. معناها اليوم انا نقولها لك حبيت ترشح حتى وسي مدورق باغي يترشح انا ما انا نقول ما تطيحش في فخ انه غدو يطبق عليك القانون ويقولوا لك باللي راك بريزيدون انتيريمير تو نا با دروا لا ريبريزونطاسيون وهذيك الحكم بها اذا كان مسك. اذا بغيت ترشح كاين قانون. سيد مسعودان كنتم في مكتب واحد رفقه عبد الكريم مدورق، هل عز في نفسكم ان الرجل بقى وبقى يعني يصير رابطه بالتفويض رغم انه كانت خلافات حاده بينه وبين المكتب الفيدرالي ورئيس الاتحاديه شخصيا، ام ترى انه الامر عادي كان لابد ان يبقى يعني المسؤول الاول على الرابطه لتسيير هذه المرحله الانتقاليه المهمه في ظروف استثنائيه؟ ما حدث لافي دو لاسومبلي جينيرال انه الاتفاق كان نقعدوا مع بعض روحوا مع بعض اتفقوا ادرجوا النقطه في لاسومبلي جينيرال انتم في خمسه نتكلم واحده انتم تقصد في خمسه ما كنتش حاضر انا حكالي هراده حكالي اكلي حكالي بالقدوم هما اللي كلموني قال اتفقنا باش ندرج في النقطه في الاوردر دي جور غدوه في لاسومبلي جينيرال الموافقه على ان هذا المكتب يكمل حتى للجمعيه الانتخابيه معناها كره مزر باختصار قال اتفقنا قال غدوه كي رحنا لاسومبلي جينيرال لقينا باللي الاوردر دي جور تبدل قلنا له ما دروش كاين قال لك انا خاطئ هذا الذي حصل وانتنحات المسموم وقالوا له تعين سيتي با بريفو يتعينوا فيها اللجان الانتخابيه وكاين قانون تفهموا مليح سي كمال لو كان عندنا الوقت انا كنت نقرا لك لا 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 نوت ميثودولوجيك دي مينيستير 339 واضحه وضوح الشمس مدققه من عند وزير الشباب والرياضه مدققه واش لازم يندار كيف تندار الانتخابات كيف تندار الجمعيه العامه كيف يتعينوا اللجان كيف تندار الجمعيه الانتخابيه كيف يحصل الانتخاب كيف تكون الطعون كل شيء مدقق في لا نوت 339 عندها شهر راكم حاسين باللي راكم مخدوعين معناها لا قلت ما حضرتش كوش عليه بصح قالوا لك بالقدوم جوني با اسيتي انا هضر معايا بالقدوم وهضر معايا هرده وهضر معايا اكلي قال لي احنا حسينا باللي كاينه خادعه شي بتنا رقدنا على حاجه ولا حاجه الصباح في الاجتماع المسمو اسكو ثم قالوا له باللي انت تقعد وهما يروحوا وها هو الاوردر دي جور ووافق عليه علمه لله مسعود كي تسمع بهذه الاشياء بكل صراحه إيه كما قال لك والله ما حاجه ما تشرفش انا نظن قال دينا مش عارف كي على حسب ما يقول للرئيس دينا انديسيزيون في رهبه نكملوا في رهبه انا دوك على حسب ما فهمت من كلامه كشغل الرابطه راه تسير من طرف عبد الكريم مدور وحده اون طونكو بريزيدون انتيريمير رئيس انتيريمير انا نظن كما قال لك لا كما راك تقول هاد الناس تفاهموا ومن بعد لي بالليله وضحاها ولات هضره واحده اخرى نظن هذه انا حاجه ما نقدرش نديرها انا وما نقدرش ما نقدرش نفهمها واش صرا لافاي اسكو كاين ناس كلمه مدور باش يبقى هو وحده اسكو هو دا لا ديسيزيون وحده اسكو هذه كما قال لك حاجه تاع خبايا اللي ما نعطيكش نعرف هذه محمد مسعود الجزء الثالث سيكون مخصص لك لمشوارك لظروفك عدنا العميدشي في الدقيقه ونصف حتى نختم هذا الموضوع المتعلق بالفحوصات والبي سي ار تفضل والله انا تفاجات يعني بهذا القرار يعني تاع ولا المقترح تاع عبد الكريم مدور بالتكفل باللي بي سي ار انا نظن بلي حتى ليس من حق مدور الرابطه التصرف في اموال الرابطه حاليا لانه هو في فتره انتقاليه والقانون واضح يعني الرئيس ما يقدرش يتصرف لي كونت تاع الرابطه اوليو داني فاري لاسومبلي جينيرال اليكتيف باش يتم انتخاب مكتب جديد انا نتفاجئ علاش رايحين نزيدو نتاخروا لسته اشهر وبلتو اربعه اشهر اخرى بالنسبه للحقوق يعني التكفل الطبي للاعبين انا يظهر لي من مسؤوليه النوادي وهذا مشكل طبي
مرتبط بالوضع الصحي تاع اللعابه وما يجوش يعني الفيدراليه ولا الرابطه هما اللي يوليو يسجلوا في لي بيسيار. شكرا لك عدلان احمد شيخ، كنت معنا طبعا في الجزء الاول وفي الجزء الثاني، طبعا نلتقي في فرص اخرى بحول الله. في الجزء الثالث سنتوقف طبعا للحديث عن ما تعلق طبعا عن مسعود، عن مشواره، عن الهداف الذي توج 4 مرات كهداف في 20 ثانية. عندك كلمة بتقولها سي مسعود؟ لا لا مش انا بغيت نتكلم على قضية الانتخابات وهذا الروبور اللي راه رايح فير لو 2 ديسمبر. انا حبيت نرجع اكد برك، كان وأنا وزير الشباب والرياضة كان أكد عبر من رسالته تاع 8 جوان وجد أكدها في الانستريكشن 339 على أخلاقة الرياضة وأخلاقة الممارسات والانتخابات وكل هذا الشيء سوف دير كرا حتكون مراقبة من طرف وزارة الشباب والرياضة. ما يحصل في بعض الفرق من انتخابات راي غير خاضع للقانون. سنعود إليها طبعا في الجزء الثالث، سأخصص لك طبعا في لأنك ستغادرنا في الجزء الثالث أو بعد نهاية الجزء الثالث، ويتحق بنا طبعا سليمان راحو المدرب المساعد لنادي شباب بلوزداد طبعا بالكاس الممتازة التي توج بها شباب بلوزداد. فاصل نعود بعد أن نواصل، ابقوا معنا، الحديث شيق ولكن للأسف الوقت ضيق، لا تذهبوا بعيدا.